أحياناً تكون جداً جيعان وجالس في المطعم تنتظر متى الويتر يجيب لك الأكل عشان تهجم وتنقض عليه، وفجأة يجيك الأوردر البطل وتنقض عليه انقضاض الأسد، وبتأكل وتشرب وتتكلم، فجأة لا قدر الله اختناق، اللقمة وقفت على المجرى التنفسي حقك، فبالتالي الهواء ما عاد صار يقدر يوصل للرئتين، ما في أكسجين. المشكلة أنه كثير مننا ما يعرف يتصرف مع هذه الحالات، رغم أنه التصرف جدا بسيط وسهل إذا كانت المعلومة عندك وتعرف كيف تطبقه، شيء أو تكنيك نسميه هيملك مانوفر. شوفوا معايا. تاريخ الاختناق. في عام 1972 ميلادي ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه أكثر من 3000 شخص في الولايات المتحدة اختنقوا حتى الموت في ذلك العام، وكان وقتها سادس أكبر سبب للوفاة في أمريكا. في يونيو 1974 ميلادي نشر طبيب أمريكي اسمه هيملك لأول مرة الطريقة المعروفة بهيملك مانوفر، وهي تستخدم إلى اليوم في إنقاذ المختنقين. حصل الطبيب هيملك على جائزة الخدمة العامة، وهي أحد الجوائز المرموقة على المستوى العالمي. أسباب وعوامل زيادة خطورة الإصابة بالاختناق تتلخص في تقريبا 5 أسباب أو 6، منها كبر حجم قطع الطعام، المضغ غير جيد، سرعة في تناول الطعام، أيضا انشغال أثناء تناول الطعام بالحديث مع شخص آخر. وفي الأطفال بشكل خاص تزيد الخطورة لدى بعض الأطفال المصابين بالتأخر النمو العقلي والجسدي، والمصابين بأمراض الجهاز الهضمي والأمراض الجهاز العصبي. المصاب بالاختناق يبدأ فجأة بعدم القدرة على الكلام، تغير صوت النفس وصدور صوت صفير من الصدر، يبدأ بمسك عادة منطقة الرقبة ومحاولة أخذ النفس. في حال تقدم الحالة يبدأ المصاب بتغير لون بشرته إلى اللون الأزرق، وفي مرحلة متقدمة قد يصاب بفقد الوعي. تعرض الآن عليكم بعض إحصائيات الاختناق. في عام 2010 كان في 4700 حالة وفاة بسبب الاختناق في الولايات المتحدة، وزادت إلى 4% في عام 2009. في عام 2015 توفي 5051 شخص بسبب الاختناق. الاختناق هو السبب الرئيسي الرابع للوفاة غير المقصودة، والسبب الرئيسي للوفاة في الطفولة، والسبب الرئيسي الرابع للوفاة بين أطفال ما قبل المدرسة. الأشياء الأكثر شيوعاً التي يختنق منها الأطفال هي الطعام، العملات المعدنية، والألعاب. العلاج يبدأ بمعاينة المريض، التأكد من وجود النفس، قدرته على التنفس ووجود النبض. بعد ذلك نبدأ فتح فم المصاب ومحاولة النظر إلى القطعة المصابة بالاختناق. في حال كانت سهل الوصول إليها ويمكن إزالتها نقوم بإزالتها. في حال صعوبة ذلك ندخل أصابع فم بتاتا، لأن ذلك قد يؤدي إلى دفع القطعة إلى منطقة أعمق وبالتالي تسبب في اختناق كامل. في حال عدم القدرة وكان المريض ما زال يستطيع التنفس والنبض موجود، نبدأ بتطبيق هيلميك مانوفر أو طريقة هيلميك. في الأطفال العمر أكثر من 5 سنة عادة تكون بالضغط برسغ اليد على منطقة أسفل القفص الصدري لمدة 5 مرات. بعد ذلك نبدأ فتح فم مرة أخرى ومحاولة إخراج القطعة. في حال لم تكن في مستوى النظر ولا يمكن إخراجها، نرجع تطبيق الطريقة مرة أخرى حتى نستطيع إزالة القطعة. في حال لا سمح الله تطورت الحالة وبدأ المصاب يصل مرحلة الخناق الكامل، توقف النفس أو انخفاض النبض، نتصل
الخدمات الطبية 997 ونبدأ بخطوات إنعاش القلب الرئوي. بالنسبة للأطفال الأقل من عمر السنة نظرا لحجم صغر الحجم فإن التعامل معهم يكون مختلف بطريقة أخرى. نقوم بوضع الطفل بشكل مقلوب على ذراع المنقذ بحيث أن يكون الرأس والرقبة مدعومة بكف المنقذ ونميل للأمام قليلا للاستفادة من عامل الجاذبية، ونبدأ بالطرق على ظهره 5 مرات. بعد ذلك نقلبه للوضع الطبيعي ونعاين الفم مرة أخرى ونحاول إزالة القطع. في حال عدم القدرة نعيد الطريقة مرة أخرى حتى يتم إزالتها. في حال أن الطفل بدأ يصل مرحلة الإخفاق الكامل أو صعوبة النفس وضعف النبض، في هذه الحالة نتصل بالخدمات الطبية 997 ثم نبدأ بخطوات إنعاش القلب الرئوي. نشوف إحصائيات الغرق. يموت حول العالم تقريبا 500,000 شخص سنويا بسبب الغرق. تشير التقديرات إلى حدوث 4,000 حالة وفاة كل عام في الولايات المتحدة الأمريكية. من الأشياء الشائعة عند الناس وهي من الخطأ طبعا هي محاولة الضغط على بطن المريض أو محاولة إدخال أصابع في الحفام لحاولة إخراج الماء، وخصوصا لما يكون الغريق في حالة فقد للوعي أو شبه فقد للوعي. في حال خروج هذه السوائل قد يتسبب ارتجاعها مرة أخرى ودخولها في الجهاز التنفسي وتتسبب له باختناق وتزيد من سوء الحالة التي هو عليها. عند إخراج الغريق من المسبح نبدأ بتخفيف الملابس المبللة لتقليل فقد حرارة الجسم، لذلك نبدأ بالتشيك على النبض والتنفس. في حال عدم وجود نبض أو تنفس نتصل على خدمات الطبية ونبدأ بين خطوات إنعاش القلب الرئوي. في حال وجود نبض والتنفس فإننا زي ما ذكرت نقلل الملابس، محاولة الحفاظ على حرارة الجسم، تغطية بقطع ناشفة، وضع الغريق على جنبه لأنه يعني في حال لا سمح الله أنه استفرغ أنه لا يتسبب له اختناق بهذه السوائل التي استفرغها. أحد الحالات الطارئة هي الحروق. هي عبارة عن تلف يحدث لأنسجة الجسم بسبب تعرضها لحرارة عالية. الحرارة ممكن تكون موية حارة أو ماء نار أو تعرض لمواد كيميائية حارقة. عندك كمان أيضا من أنواع الحروق حروق الكهرباء، وحتى التعرض لأشعة الشمس المفرطة ممكن يسوي حروق في الجلد. طيب كيف ممكن نعرف لو الحروق هذه تتعالج في البيت ولا لازم نروح مستشفى؟ إذا كان الحرق يشمل الوجه واليدين والأعضاء التناسلية أو القدمين، ولو كان الحرق أكثر من 7 سنتيمتر ومغطي أجزاء كاملة في الجسم، وكمان إذا لاحظت زيادة في الإحمرار والألم بيزيد معك وأيضا إفرازات تشبه القيح الصديد، فلازم على طول تروح للمستشفى. الحرقات تتلخص تقريبا في 4 أنواع: الدرجة الأولى، الدرجة الثانية، الدرجة الثالثة، والدرجة الرابعة. طبقا الجلد يتكون من طبقتين مصطلح يسمى بالإبيديرمس والديرمس، ما أسفل منها تأتي النهايات العصبية، العضلات، العظام، والأوردة والشرايين. الحرق من الدرجة الأولى عادة يكون على الطبقة الخارجية اللي هي الإبيديرمس. هذا الحرق يكون عادة يتلخص فقط في تورم بسيط واحمرار وألم شديد. النوع الثاني يكون يشمل الطبقة الثانية اللي هي الديرمس. هذا النوع من الحروق يصاحبه تكون فقاعات أو بثور مملوءة بسوائل ويكون مؤلم أيضا. النوع الثالث أو الدرجة الثالثة يصل للطبقات الداخلية مثل نهاية العصبية، العضلات، ويكون عادة أقل ألما لأنه تسبب في تدمير الخلايا النهاية العصبية، ويكون اللون مائل أكثر إلى السوداد أو إلى السواد. الدرجة الرابعة هو أشد أنواع الحرق، يصل إلى تلف كامل للعضلات، العظام، الأوردة، الشرايين والعصب. الحروق تقريبا من الدرجة الأولى الدرجة الثانية يمكن التعامل معها دون حاجة للذهاب إلى المستشفى، وذلك أولا تحكم بالألم، وذلك برفع يد المنطقة المصابة فوق مستوى القلب، تناول المسكنات من مشتقات الأدول والبروفين، تنظيف المنطقة وتعقيمها،
الشيء الآخر بعد تعظيف المنطقة وتعقيمها ممكن استخدام بعض الكريمات الموضعية المحتوى على مضادات حيوية لتقليل فرصة الالتهاب. بالنسبة للحروق من الدرجة الثالثة والرابعة هذه عادة تحت التعامل معها طبعا يكون في المستشفى، لكن يجب توجه للمستشفى والخدمات الطبية، لكن في البداية يجب إحالة إزالة الملابس، ولكن في حال كان الجلد عالق بهذه الملابس يترك مكانه ولا يزال ويترك للمختصين لإزالته. إزالة القطع المجوهرات أو الساعات أو الخواتم، بعد ذلك تنظيف المنطقة تغطيتها بقطع لا تكون لاصقة حتى لا تسبب في تهتك الجلد بشكل أكبر. ممكن تأخذ فقط تغطيتها بقطع شاش وتكون عادة للتحكم بالألم، ممكن تكون قطع شاش مبللة بالماء البارد. طيب نشوف شوية إحصائيات للحروق. الوفيات بسبب الحروق حوالي 180 ألف حالة سنويا. في عام 2004 أصيب حوالي 11 مليون شخص في العالم بحروق خطيرة تستدعي العناية الطبية. في الهند يصاب أكثر من مليون شخص بحروق معتدلة أو خطيرة سنويا. في بنغلاديش يصاب حوالي 173 ألف طفل بحروق معتدلة أو خطيرة سنويا. في بنغلاديش وكولومبيا ومصر وأيضا باكستان يعاني 17% من الأطفال المصابين بالحروق من إعاقة مؤقتة، و 18% منهم من إعاقة دائمة. تعد الحروق ثاني أكثر الإصابات شيوعا في المناطق الريفية من نيبال، حيث تمثل 5% من الإعاقات. في عام 2008 سجل أكثر من 410 آلاف إصابة بحروق في الولايات المتحدة الأمريكية، وحوالي 40 ألف منها تطلبت علاج في المستشفى. من أكبر وأكثر الأخطاء التي شاهدها هو إضافة أشياء غريبة على جرح الحرق، مثل معجون الأسنان، صلصات، أشياء أنا أنصح دائما ابتعد عنها. دائما نذكر فقط نظف المنطقة بماء أوكي وتغطيتها، هذا كل شيء. من الأخطاء أيضا محاولة حك المنطقة أو خدشها أوكي أو الفرك الشديد أثناء السباحة، لأن هذا سبب تهتك الجلد وكشف المنطقة بشكل أكبر وتسبب بعد ذلك تسبب في عدوى بشكل أكبر. أيضا من الأشياء التي نمنعها ونحرص دائما على عدم فعلها هي محاولة فتح البثور أو الفقاعات التي تتكون على الجرح ومحاولة إزالة السائل الموجود فيها. فتح هذه البثور سيتسبب في كشف المنطقة وبالتالي تعرضها بشكل أكبر للعدوى. تحدث السكتة الدماغية لما يتوقف أو يقل تدفق الدم إلى الدماغ، إما بسبب انفجار أو انسداد أحد شرايين الدماغ، ويؤدي هذا الشيء إلى تلف في خلايا الدماغ واحتمالية حدوث الوفاة لا سمح الله. طيب إيش العلامات اللي تدل أنه الإنسان مقبل على سكتة دماغية؟ خدر أو ضعف في الوجه أو الذراع أو الساق، خاصة في جانب واحد من الجسم، صعوبة في الكلام، غباش في الرؤية والمشي. طبعا الجلطة الدماغية نقص تروية في الدماغ، واحدة من الأسباب اللي تستدعي حضور المريض إلى أقسام الطوارئ، وهي من الحالات الإسعافية. أنواع الجلطات الدماغية نوعين، قد تكون جلطة تخثرية وقد تكون جلطة نزيفية. الشائع منها التخثرية تقريبا بنسبة أكثر من نسبة 70%، ويعقبها كذلك الجلطة النزيفية. الجلطة التخثرية قد تكون لأسباب في شرايين الدماغ، من ناحية تصلب الشرايين، من ناحية تضيق الشرايين، من ناحية عيوب خلقية. قد تكون كذلك بأسباب جلطات تخثرية مهاجرة من أماكن قريبة الدماغ من القلب أو أحد الأعضاء، تسبب انسداد لشرايين الدماغ وبالتالي نقص التروية وموت خلايا الدماغ. عوامل الخطورة للجلطات الدماغية: تدخين بكل أنواعه وأشكاله، مرض السكري،
ارتفاع الدهون الثلاثية والكوليسترول وخاصة منخفض الكثافة، كذلك قلة الحركة والسمنة، طبعا عدم تناول الأدوية للناس اللي عندهم قابلية لجلطات الدماغية، أمراض القلب خاصة في الرجفان الأذيني وعدم انتظام ضربات القلب، أمراض تصلب الشرايين، كلها من أسباب وعوامل خطورة للجلطات. كذلك تقدم العمر واحدة من الأسباب اللي قد تكون تعرض المريض للجلطات الدماغية. السكتة الدماغية تقتل حوالي 140 ألف أمريكي كل عام. في الولايات المتحدة يصاب الأشخاص بجلطة دماغية كل 40 ثانية. كل 4 دقائق يموت شخص بسبب السكتة الدماغية. كل عام يعاني أكثر من 795 ألف شخص في الولايات المتحدة الأمريكية من السكتة الدماغية. حوالي 185 ألف من السكتات الدماغية، يعني ما يقارب من 1 إلى 4%. السكتة الدماغية تكلف الولايات المتحدة ما يقدر بنحو 34 مليار دولار سنويا. العلاج كما ذكرت هي حالة إسعافية. طبعا الجلطات الدماغية قد تكون في بداياتها، قد تكون جلطة عابرة أو بسيطة جدا، يشتكي المريض من أعراض تختفي في خلال 24 ساعة، أو قد تكون دائمة وتنتهي بتلف جزء من أجزاء الدماغ وبالتالي تؤثر على وظائف الإنسان الحركية. العلاج قد يكون إذا كانت جلطة مقدمات ما قبل الجلطات، وهي اللي نسميها في بداياتها عابرة أو قبل 24 ساعة، يتطلب حضور المريض للطوارئ، إجراء التحاليل الشاملة، صورة من الدم وكذلك من عوامل التخثر، قياس تخطيط القلب، إجراء الأشعة، قد تكون الرنين المغناطيسي وقد تكون الأشعة المقطعية. العلاج قد يكون مسيل للجلطة إذا كانت تخثرية، تعطى في وقت محدد وتحت إشراف طاقم محدد من المستشفى. قد تكون تدخل جراحي بإجراء قسطرة لشرايين الدماغ وإزالة الخثرة. كذلك قد يكون بعد ذلك العلاج التحليلي للأعراض الناجمة ما بعد الجلطة. الحالة الطارئة اللي بعدها هي الجلطات القلبية. سبب حدوثها انسداد في الشرايين يمنع الدم من الوصول إلى القلب. إيش الأشياء اللي ممكن تسوي انسداد في هذا الشريان؟ من أبرزها الدهون. الدهون بتتجمع داخل جدار الشريان ألين بك بلوك انسداد كامل، فما يوصل الدم إلى عضلة القلب. تبدأ عضلة القلب تموت حبة حبة، خلاياها يعني بتموت، ما تأدي شكلها بشكل كافي. يعني شفت كيف لما تكون تبقى تأخذ يوتير ويجوا الناس يسقطوا عليك وسووا زحمة وأزمة؟ بالضبط نفس الشيء يصير لما تتكدس الدهون في الشرايين. غالباً المرضى هذول بنشوفهم في العيادة بيجي يقول ألم شديد ضاغط على صدري، ممكن يمتد إلى الخلف والكتف، ممكن يوصل إلى الفك. إذا شفت لا قدر الله شخص بهذه الأعراض مباشرة توجه إلى أقرب مركز طوارئ. الجلطة القلبية هي عبارة عن مراحل، قد تكون تبدأ بالذبحة الصدرية المستقرة وغير المستقرة، وفي قد تكون في المراحل المتقدمة هي الجلطة القلبية لانسداد كامل لشرايين القلب. أغلب المرضى اللي يتعرضوا للجلطات القلبية والنوبات القلبية أو احتشاء عضلة القلب مروا بمرحلة الذبحات الصدرية المستقرة وغير المستقرة، وكانت علامات تنبيهية اللي تستدعي منهم استشارة الطبيب في أسرع وقت ممكن والتحكم في عوامل الخطورة وأسلوب الحياة لتفادي امتدادها إلى النوبة القلبية. وأحب أذكر ونبه 30% من الناس قد لا يأتون بأعراض ألام الصدر، وهم قد يكون كبار السن أو مرضى السكر أو النساء بعد سن اليأس، قد يكون دوار أو دوخة، قد يكون انهاك أو تعب أو عدم تحمل أو عدم قلة طاقة. هذه كلها عوامل خطورة تستدعي منهم التوجه للمستشفى وفي أسرع وقت ممكن. الحالة الطارئة اللي بعدها هبوط السكر في الدم. حالة تنتج عن انخفاض مستوى السكر في الدم الجلوكوز اللي هي مصدر الطاقة الرئيسي في الجسم. مهم نذكر إنه انخفاض
أو حالة انخفاض السكر ليست مرض في حد ذاته، بل هي مؤشر تدلنا أنه في مشكلة صحية عند هذا الشخص. لابد من قياس مستوى السكر للتأكد من أنه منخفض. الإنسان إذا كان واعي، مريض إذا كان واعي يستطيع أن يأخذ السكريات اللي ترفع من مستوى السكر، سكر محلول بالماء أو عصير فواكه أو فواكه أو بعض الوجبات البسيطة لارتفاع لرفع مستوى السكر، وإعادة قياس السكر كل 15 دقيقة لتأكد من ارتفاع المستوى. لكن إذا كان المريض في حالة غيبوبة كاملة ننصح بعدم إعطاء أي شيء عن طريق الفم لتعرض قد يكون بعض المرات للاختناق أو وصولها للرئة، ننصح بطلب الإسعاف والخدمة الطبية العاجلة في أقرب وقت ممكن، الاتصال على 997 الهلال الأحمر ونقل المريض للمستشفى. طبعا العلاج حيكون إعطاء السكر عن طريق محلول السكر أو محلول عن طريق الوريد، هذا العلاج قد يسبقه من خلال الإسعاف أو من الهلال الأحمر ومسؤولين الصحة إعطاء إبرة بالعضل أو تحت الجلد لرفع مستوى السكر قبل الوصول إلى المستشفى وقبل تأمين حقن أو قبل تأمين إعطاء السكر عن طريق الوريد. هبوط السكر في الدم هو حالة تنتج عن انخفاض مستوى السكر في الدم الجلوكوز، واللي هو مصدر الطاقة الرئيسي في الجسم. مهم نذكر أن انخفاض السكر في الدم ليس مرضا في حد ذاته. تعلم الإسعافات الأولية ضروري. تعلم الإسعافات الأولية ضروري. تعلم الإسعافات الأولية ضروري. لو لاحظنا أغلب هذه الأمراض فيها عامل مشترك هو نمط الحياة الغير صحي. يا جماعة الخير أرجوكم الموضوع ما هو بمزح أبدا. كل وجبة في حياتك تفرق في صحتك، كل سجارة تدمر صحتك، كل قلق وضغط يفرق معاك. صحتنا أهم من أي شيء في الحياة. لا ننسى أن المرض يكون أسرع وأقوى لما تتراكم علينا هذه السلوكيات الغير صحية على مر السنين. أتمنى تكون استفدتوا، وأتمنى كلنا نغير حياتنا من اليوم إلى حياة أفضل عشان نضمن جودة حياتنا ونعيش أكثر مع أحبابنا وخلانا.